السلام عليكم الخوت، معكم الرئيس عبد الاله كيف العاده. اليوم جيتكم الخوت في واحد الفيديو جديد، فيديو على طريقه يعني تهيئ قصبه بيلوطا. دابا غادي نبدا ان شاء الله في هذه الطريقه ديال باش نقاد القصبه ديالي يعني من الاول. كيف ما كتعرفوا الخوت، القصبه ديال البيلوطا ضروري يكون فيها الراس شويه رطب، الطول ديالها من 6 متر حتى 8 متر كابعد تقدير، يعني الى كاع طول تدعية حدا 8 متر باش تخدم مرتاح والتريح ملي كيكون ما يحكمهاش ما بداش تلعب. هاد القصبة انا باش كنخدم 7 متر بحال قلت ستوندر الخوت موليني 2500 3000 قادي الغرض للبيلوطا. والضروري والاهم في هذا الشيء هو انه تكون الخفه البيلوطا، لانك كتعرفوا الخوت كتشدوا واحد الطريقه اللي هي طويله ومده كثيره، خص ضروري تكون خفيفه باش تبقى يعني ما تعيكمش وتنقل بها من حجره لحجره حجره. بالنسبه للخوت كان في الاول كان الانواع اللي كانت ديال لومبواطمون، يعني لومبواطابل الطرف كيدخل من الفوق بحال 3 بياس، ولكن هي كانت كتدخل بالعكس وكيكونوا فيها 7 طروفات 8 طروفه. دابا الحمد لله مع تطورات لوق خرجوا هادو ديال التيليسكوبي مزيانه كتجمع وتنقل بها وتعاود عاوتاني تسرحها وتصيد بها. معلومه اخرى الخوت اللي غنفيدكم بها هي ان هي 7 متر، الا كان الريح اولا شي مصيد يعني قريب ليا الحوت نقدر نجمع هذا الطرف التحتاني ونخليها هي طويله، يعني نقص ليها من الطول ديالها، ندير فيها 6 متر وندير فيها 5 متر على حسب انا اش بغيت ندير فيها. هذه معلومه الاخوان راه مهمه، يعني الانسان يقدر 7 متر نهود هذا الطرف التحتاني كتولي فيها 6 متر وهكذا غادي، يعني ندير فيها الطول اللي بغيت 5 متر. هادو كنشدهم الخوت كيف ما كتعرفوا جوج طروفه اللي نقص كنحاول ندوز عليهم واحد شويه الشامبرير من هنا كيبقاو جديدين، كتبقى عندي الكسبه ديالي طويله ما تخافوا منها والو ما تهرس ما والو. هادي من جهه، من جهه اخرى خوت نبداو نشرحوا في الطريقه على بركه الله. غادي ندوزوا الخيط ديالنا في الخراصي بالطريقه انا الخوت كيف ما كتشوفوا انا داير ليها خراصي بحال ديال السيراميك، لان ما كنبغيش ندير دوك ديال الحديد كندير هادو، والخرصه ديال الراس ضروري كنديرها تكون مزيانه من كنقولوا ليها بديعه، لان هي اللي كتحكم مع الخيط، خصها نورمالمون تكون شي حاجه مزيانه. انا الخوت الموليني ديالي كنعمرو ب 32 الخيط الرئيسي 32 كنخدم ب 32. بقاو معايا انا نوريكم الطرقه اللي كندير. هادو هما الخوت كيف ما كتشوفوا 32 انا هبط من تحت منو ب 28، ها هو الخوت 28 كيف ما كتشوفوا واحد تقريبا كيف ما كتشوفوا واحد 50 سنتيم. هكذا اللي هي بسيطه ماشي شي حاجه، يعني كل واحد العقده فاش كيطيق وكيرتاح فيها الخوت بهذه الطريقه. كيف ما كتشوفوا الخوت مورايا على البحر راه كاينه الصفوه كثيره، هانتوما بهذه الطريقه
غادي نجي نكمل من تحت 28 غادي ندير 24 عندنا شويه مصيدين هنا كيف ما كتشوفوا الاخوان راه مصيدين في بلاصه اللي هي عاليه ضروري يكون عندك شويه يكون صحيح باش تيلا قنطرتيه من العلو كنقول لها قنطرتي يعني هزيتيه من الفوق من البلاصه اللي هي عاليه هنا تقريبا كيف ما كتشوفوا الخط انا فواحد البلاصه اللي كيكون فيها تقريبا العلو ديال 12 متر هنا كاينه 12 متر في هذه البلاصه فين مصيدين انتم الاخوان ترقيعه اللي هي صغيره 40 سنتيم طابيله دخلت كابيله الرئيس عليك امول هنا هانتوما الخوت كيف ما كتشوفوا دخلت كابيله ان شاء الله تكون شي فرجه يوفيكم بها وقصروا شويه بينا نصيدوا شويه بالليل الا كانت شي حاجه ان شاء الله بقاو معنا تعيشوا معنا هاد الخرجه رفقه الرئيس يونس والرئيس سعيد انتما كيف ما شفتوا الاخوان ضروري نفس الطريقه ولكن كنحاول نبوم به الخيط ديالي يعني نشوف القضيه كي دايره واش مزيانه ولا لا انتما الاخوان السلام عليكم انتما الاخوان بالنسبه للطروفة يعني دوك لي شيت اللي شايطين الطروفة اللي شايطين بحال هكا راه كنحيدوهم يعني حاجه اللي عاديه كنحاول الاخوان نطرق لجميع الامور باش ما يعني اي واحد تكون عنده معلومه كامله كيف ما كتشوفوا الاخوان واحد حاجه انا كنخدم بها هي انني كنخدم بالطرف ديال الميكا طرف الميكا الاخوان الدور ديال الطرف ديال الميكا هو الرشم كنا كنخدموا بالفرشي الفرشي كيحاول يتقل شويه على الخيط الى طريقه التوقف دابا هنا غادي نخدموا بالطريقه تاع التراب 3 غرام 4 غرام وغادي نسربوا العلاوات غادي نحتاجوا نعرفوا الفوندو ديالنا وغادي نعبروه بالميكا يعني غادي نعبروا الفوندو ونحاولوا نعطيو واحد نص متر فين نلعبوا نهودوا ونطلعوا فوق الحجر هانتوما بقاو معايا تشوفوا الطريقه الاخوان الطريقه اللي هي سهله انتوما كتشد الميكا ديالك كدورها واحد جوج دورات كدير فيها واحد هكذا كتجبد الخيط الرئيسي وهانتوما الاخوان والرشم ديالنا كتعطيه الفوندو اللي بغيتي بهذه الطريقه كيف ما شفتوا الاخوان انا في بلاصه عاليه وكاين شويه الحجر ما غنبداش بالفيزكا غنبدا بالصناره هي الاولى عاد من بعد غادي ندير ان شاء الله الفيزكا هانتوما الاخوان نبدا بالصنار ديال السته هو باش غنبدا صنار رقيق غادي نحاول شويه نسرع الخوت باش الفيديو ما يكونش طويل كما كيف ما كتشوفوا الاخوان انا قديت غندير واحد القميم ديال 2 غرام 2 ديال الغرام لان كاين واحد النسمه ديال الريح وكاين هنا العلاوات ضروري باش تهود ديك لتحت ضروري واحد الشاشه كنقول لها الشاشه او لا قميم
نتوما الاخوان كيف ما كتشوفوا هذا هو المونتاج ديالي. انا غادي ندير فيه واحد القميمه كيف ما كتشوفوا ديال 2 الغرام. دابا كيف ما كتشوفوا ما بقى لي الا نسرح القصبه ديالي على بركه الله. هانتوما الاخوان كيف ما كتشوفوا القصبة ديالي ثم على بركة الله ان شاء الله نتوكلوا على الله. بقاو معايا انا غادي ندير واحد شويه ديال العجنه ديال البيلوطه باش نجرب بها ان شاء الله. اللهم بارك الطويجين الخير ديال الله. الله يخلف عليك وعلى الدراري يونس. حتى انت والدراري عبد الله. الله يحفظك اسيدي. السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا بخير. انتم الاخوان، هذه الحصيله اللي جاب الله في البيلوطه. هذا الشيء اللي جاب الله، راه وريتكم المونتاج. الترقيعه ديال البيلوطه والطريف ديال الميكا كحله الرشم. يعني وغاديه بالتسلسل من 32 28 حتى 24. انتم كتشوفوا الحمد لله الحصيله. هذا الخير جابه الله اليوم. السنارة وقميم ديال 2 غرام، هذا هو الخير اللي كاين. اللهم لك الحمد. بقاو معنا ان شاء الله، نوريكم الطريقه ديال العجنه ديال البيلوطه. والمصيد راه قدامكم كما قلت لكم، راه كاين واحد العلو ديال 10 متر و 12 متر تقريبا ديال العلو. الشيء اللي كاين الاخوان، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الى التتمه ان شاء الله.